إنها مباراة جيدة وممتعة، أعتقد أن الخط الخلفي على كثيرا وفرنسا لعبت بطريقة ممتازة، نتيجة مخيبة للأمال بالنسبة لميسي. كل مدرب مدرب ضيعنا، حطمنا، دمرنا. كل يوم تشكيلة؟ ولا راح يسوي شيء ولا يضيف شيء. مدرب ياخذ فكر من اللعيبه، لعب منه وطلع منه، ما يصير. هذا مو مدرب يلعب من دون مهاجم اليوم. ما في لعيبه بالملعب، ما في لاعبين. ميسي ما موجود، شفته موجود. الله يعيد. كما تعلم انها رياضه، لدينا افضل لاعب في العالم، في بعض الاحيان تخسر واحيانا اخرى تفوز. هناك الكثير من الاشياء بحاجه للتغيير. انا لست حزينا والحياه تمضي، لكن هذا الشعار في قلبي الى الابد. تمنيت أن أرى الأرجنتين تتأهل للدور المقبل. أحب ميسي، لكن الفريق لم يكن في الموعد. أعتقد أن فرنسا تستحق الفوز والتأهل. لعبوا بطريقة ممتازة. أعتقد أنهم سيتوجون باللقب. لا يمكنك اللعب أمام فريق وأنت لا تملك القوة. اليوم ميسي لعب، لكنه لم يقدم ما يقدمه مع نادي برشلونة.